بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر وهذا برنامج قارة وأنا كهذا دون أرمك الدوان أو كلد كسب صار مرحلة كلد دوان أدلك وهذا كجر يصير كله قلها إذا ماذا قرن كأو أي قارين إيوه حالة جود أدلك سومالي قران مجازا موضوع برنامج كنا وحمر تيجوا عبد العزيز علي إبراهيم الله يقن عبد العزيز حليمان عبد العزيز وقراء وأنا تاريخ إيوه دقن كأي سوانتا سومالي أيو إم بدن وحكا قرية سلمر كأنا أكو حلل يعني سوديا مجازا موضوع تيجي قرن كأيو كسب بقدي عبد العزيز كسر دوا برنامج وهرين وحربنا نكو أصول لعبنا دونا إن سبدل كأيو مرحلة كل دونا ذلك كل شيء مدو شن يتم سنة كبر أي ذلك دب دبدي سو مغنيت محاك هذا بحي مركي عد كسر لعبة يا عسما ده بسم الله الرحمن الرحيم حان إعلان العمر كورين عن هل كان هم بليو يسلان درن وجد يجدهان شعب الصومالي ملك استوى الجوعان شدو كره وحن إعلان لها إن هل كان سلان كل يلعب وجد يو إذا هذا قلب كسيد الصومالية دجال ككل جرة كحها النبديت كاه كجرة ذلك الصومالية قولها إذا بجوج كاه أي كسوه ين إذا هذا سو نفتو ده مال كود مان كود يمسك أحد ده أخري دفاع عدل كود يقول هان سراكيشة سرسرة دوردكم الجار كاه الصومالية يجونا قريب تكا هل جن كلو وجره دي بسؤالين تقارن مع دي الصومالية لنا عكلا وحان إيه شرف ما أنتين عن جوب جوك النقطة مقالة المقدسة وعن كم غناء المدة جو جتان كي مقالة المقدسة وحنجعلان لعين عن جودها شعب الصومالية ده أي صورت قال كون نقطة إني طاودان برنامج كان أي عسومين وذا حدا يهول ذي الندى تي في كقرن كصومالية حرنتي سمع قالة المقدسة إن أنا أقول هم بلي يدل كده إنه نبدي هاي رنتي اسمه لهاي أنا جمركي جدا بيسم قال هذا مقدسه صور تقال مع هاي روحنا كل جيس جديد إنه كل حوته حافظ يدق مكسته وكسر جده وقتل الجمهورية الصومالية لكن ما أنت وحان عادي يا رنتي أقول فرح سنة هاي درين كي كان سوجيتي دق دق عيا دكجر مقال هذا مقدسه جوده هان دين عمانكا دي بديسكا يهرو مركب اللارن مقالة دي مقدشو مدى دي آن جوغي شان تمال موضا هاي نوحا اي صور تقشي دين عيا دي قوب جوغا كاها مدى دي آن عنو كامغنا بلين ايغو الرمان سيدي هاي نلاشا مقالة دي مقدشو آن ايغو رنتي حوغا لو اها لكن دادكا دقنا اما اي صور تقالكا و اهي دعدو ينكالين على تاريخ دا يسبدل دا كسوحنا يقودهان صوماليا وأحلى دريم كرو سيناس درتي دوحان ما أنت مقاتي إذن كجان قنايا عندي أتهين تي في كقرن كصومالية دذلك أدوق الشين عدكين إن تجارسي سان ضد كصومالية كعرر الدجال ذا يشكر ما ديدا أي قيبت كأهاين كحها النبديت كاه ذلك النبدي أودي ذي كل اللي في ضد بدن الصومالية قارنين حبدي الدشوا قارنين الجاجة قدن تام قارنين الدلك ويسقى عران وحل الجوجا مال انتي ايدي بوصل نقول هايين دلك هذا كان قريب قليل هايين تبو ديسكا صومالية وطيب يعني تنتي ضد بدن يا مثلا إن دلك الصومالي قارن مقالة بدشوا عصمة ده أدو أتقصوا أنت هاي إن أي تايم مال أنا لتجي كرين أو أما ده كجيرته أو دتك اللي قلتله أو ما عرفت فوضى كجيرته ضد كان فيك الكاس مثلا أو قداون عيا ما حد وشيء كتعب عز. وحنلاقي هاي تجمع المهودي معلمه حبض يقرقة أي حوجة كدكتين كوي شرعيديت كها دل كان نبدأ وديد مع المهودي وعد ما دين أما واتجين وحل جوجا مال ضد كصوماليات أي أسميهين شرعيقة ينلا شك جرت مقالة ده. أناو أنت أناو هاي وحن صامري جودا أنت بدن دريق هذا من قال هذا المقدسه نبرد تقرر هذا يعني نبرد كم موضع كسكو إن أما بربر كجاري من قال هذا المقدسه من قال هذا وما قالوا اسم يال فرب بدني كسودان وقابيه يسكر ما ديت كده عين أما أنتي كوبا بعض يدك كذي يدي بدي سنين إن اسمال هاي توبة كسرتها إن guriyaha magaalada muqdisho laakiin burburkii dowladnimada Soomaaliya
كدب انتي انا نقول مقالة الجوبي وحان ونحوق قالوا اها أبشر نور فارح بعد قبل يتريه اها دارها ها هو ها جريجانا لوغو دانشا دارها داره حمر معناها بيها داره حمر وحان لوغو دانشا قبل سيداس وكلا ما وضع هاي هدي ساقي لكن ما انت وحان وحق الجنية نالك اما قرن تضا بيها يا تليفون لضب اني كجيران مقالة مقدشو نرشي عادي هاي ناي ديب وقصون غنيسو تدكي أن لكل ميقار كودو حي إيشيغين مالمهي دواء كعضونا دي جراء شعبك الصوماليات أي لقرب تاقين يهين عيدما دا دولة دكم الغار كا إني كاقا قول إستان كوحاها دقالك كل جراء إن أي دي دي تدكي طبعا لها بيرهو دا أما أي أبارو هالين هالين كسو قلقولي يهي مقالة دا مقدشو إني دحدو إستاقين و أي دي دين مقدشو دادكي دقنا دادكي كبد بادي رفات كالبتا يوان كي جري سوق اللي مقالة دانا قرمت بلاران دادكي مقدشو دقنا إني وفيديين تاسي وحيرون تي اتوسسي دارين كاح دارين كدادكي سومالي دا أولي إنو سان لمنين ونولي هاي داد هو أها دولن نمار رباها نين شرباوي حجري هادا كور داد كانوا دولة وار رباها وحاسدي دندول قرصون تتكانو دولة وارابا وحاسدي دندول قرصون كوة قرصون دي دندول النمدة يقرى النمدة الصومالية وحال الجوغة مالمهي أفك عيد اللوغ اللي لها مالمهو دي واتقين داتك الصومالية دنا دولة دولة النمدة كما مارمان وحاس نجري شريف كالو ها ها نبدين لجار وحديدا محو ها أضي أضي إسبارد أطال مركا إسبار حمر ما أنت كم جرتوا ما أنت مجرتوا محو ها بعض لجقة توقف صومالي أو درغية مرية أما وعندك كرتين إن ما رح ملها قاردة تقولي سؤال أي قبل أنا لقيت جواب كرين لكن هذنا وحنو حقيقينا يا موضوع شئنا يتحي قاب حسلون نبضون روحي صومالي أح ربع إنه كسر نقضنا ونفتي سوى من كره. واتي نتي قدرك إسبدل أي كشري. دولدو حي سمعنا سا إن ديجان هر لا يقصد أن يكون نبت جديدا. الشباب نحن صرت قال إن ديجان فر بدم هذا قا لجلوري. إنك سواء كابيان أو جانسيان يعني إذا ماذا إن شيء أمس هم إن بدل إلى أنت وتشوف سوماليا. أريم هذه الصعدة. مركي أتمد. وضنك يا مركي أرض مغناد محا كاقبحي واسيدي أنا أولي أشيغي وحان جعلان لها مرنة دادك الصوماليات معها داد يقان أبالك العيادة ماشي أي كعررين دادك الصوماليات قاركودنا يدبادة كآدين وحاجر داد الصوماليات ونفتو دوهوري إني صفك هوركا قلان دا قال لدى اللوغو سوهر جيدو كوحان نبديد كأبور مي صوماليا magac kasta haloo bixiyo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee dhinaca afka dagaalka kula galay maalmihii la aasaasay kooxahan hadda dagaalka lagu la jiro waxa jira abwaan la oran jiray Cali Jaamac Habil gabay u tiriyay oo ahaa muslimnimo niman kugu dhaqayn muuminnimo qaasa gaal maxasta ku dhowro oo magan sataa dhaama اسلام كماشي لو سن قوي وي اسلام كو عندنا كام صاري كرتو ان كوخان تمير كود او دنتي اي دولانكا كو اقراني مدا اي مدح بناني دا دولك جمهورية دا صوماليا اي كيني دل كينا دن بيلياشا كعرية عدالة دا بحثت كا عدال الكود وشي اغاق دادك مسلمين تاي اني ولاليهين ما ها وحن بينيني حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويري اها ان مسلمين تو دمي وا ولال واما ان متقنا لكن كوخان دغالك كل جرى دولته كمل غاركا عيد كاستو او اي تاغيره كغه هلان ان كادكادان ويلشو ده يار يار نو سو دري وحان ليه حنبليو غارهان مدحونياشا دللسا in Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynaha dalka Burundi iyo cid kasta oo lagu taageeraysa inaan ka mid noqono umadaha ama dawladaha ka jira caalamka ee la qadariyo
يكوي عن هري تاجر ده أصيرني عن كقريب قلنا إني نقدان دولة ده مدح بنان وحن لا هي أبلنا قشة ده ما أنت ويدين بهن هاي دتك سوماليين ويدين بهن يهين وحلا جو مرمان دتك سوماليين هين إني فهمان أنا أنت عن حرجال كوا هاي دعدو يمكن دين على تاريخ ده كان عدل كسومالية دتك سوماليينا عن إن بدن كل أحد لا يي وحن حالي يهبين هوري من ده شن تمعلمود يعني خصوصا هاي مقالة الموضوع شدد بدن وعمريسي فقط هذا إيش يعني دقال قبياشة دقال ك كل جرة سومالية تات سومالية وحب قلب سنين إني دكت دي جو درين أما أي سي حرانة هي جورعين أما كدلين مركا جورع جورع ما دامه أنا وحن لاي هاي لما مد دوت أيام لين كرهوا إن الهنتي كوب حسان و النفتي إن إنت كنتان وأنت كنت تاجرتان إذا ماذا دجال كل جرة كحاس دولتكم الجار كا سوماليا أما إن أي كنت تاجران جيب كودا سي وقعد كذا دل كودا ونبضنا يواركان واتا رنتي دعوين كا دع تاريخ ذا ودك سوماليا مددي لو أتنك صناعي ذهبات كغري في عبد العزيز مركز أفريقيا حالة ذي هي ودك وكشري مددا سلا باتنك إيو افتين كهذا بحية سديابة سو بربري كرتها أنا وحن مقدش كت يدو حافظ كستاي سبارة تالو والوال كوالدين تسوماليا ذا أيك قبين ويل كودا أنما القبائل جرجا كسر نقدان رنتي أيات ياد ويريت ما أنت وحام قدش كبح يا إفتين كبح يا استوديو هن تي في قارن كسوالي ما أنت كسرنا هاي أوكله مددي أن جوجي مرنا نجاه يقوم مقال حبض سشر الدراء اللور ذي حتى شرع اللور ذي حتى كم مقال مقال ذي مقدش وحلا يعني حمر والنبض دولك والنبض إسبار مجرته باب مجره روح سشر الدراء حتى نكي إسلها عيدا ماذا دولة دا أما عيد كلا كو واحد قد بيش يحتاه كو ما حد قد بكران واحد جرى محكمة دا اللي سميه أما الله أبوري إلا لينتا حقوق دادك الصوماليات كل دقن قدهان صوماليا أما الدونية إن يمادان مالميه إسبارة دا اللي ديجن جري أما ويلة اليرير sababaha ay hubka u siteen aan garan karin ay sida sharci darada ay ku jirtaa ama dadka loo afduubi jiray inaanay meesha ku jirin maanta waxaan leeyahay waxa dhici karta ama xaqiiqadu ay tahay Muqdisho inay ka amaan badan tahay dalal badan oo ka tirsan caalamka dalkaan ka yimid Ingiriiska ama magaalada London xukuumadda ka jirta ma ballan qaadi karto ilaalinta amniga ruux keligiis waxay dowladahaasi oo dhamay ama dowladaha adduunka balanqaad ku bixiyeen ilaalinta territorial integrity ee dalalkaas ruuxna hadaan si gaar ah loo ilaalinaynin wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta caadiga ah ee ka jirta ama ku nool dalalkaas laakiin Muqdisho maanta waxay la siman tahay oo aan anigu xogagaalka ahay dhammaan magaalooyinkii aan ku soo wareegay ama safarada ku tagay ama aan muddooyinba ku noolaa oo Ingiriiska ay ka mid tahay oo Talyaaniga ay ka mid yahay oo muxuu ahaa dalalkii hadda aan ka imid ee aan bandhigyada taariikhda iyo suugaanta Soomaalida ku qabannay Finland, Sweden iyo muxuu ahaa Denmark ammaan la mid ah maanta inuu ku jiro sharci darro waa dhammaatay maalmahoodiina nimanka dagaalka lagula jira ee diidana dowladnimada Soomaaliyana maalmahoodu waa dhow yihiin waatay dadka dibadaha ku nool Soomaalida runtii dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya aad bay u jecel yihiin aad ayay ula socdaan xaaladda dalka ka jirta maanta waxa jira TV iyo ka warbixinaya xaaladda wadanka uu ku sugan yahay amaanka horumarka dib u dhiska waxaaba saasa Soomaalidu marka biseelka ay u qabto in wadankii nidaamkiisi ka dambeyntiisi sharciyiisi iyo qaranimadii guud ee dalka ay soo laabato intee buu la og yahay Abdaas waxaa jira graaf wax lagu cabbiro oo ka bilowda eber ilaa 306 dadka Soomaaliyeed graafka ama doonitaanka hanaan ka hana qaada dowladnimo Soomaaliya wuxuu dhaafay hadda 306 oo kan ugu sarreeya marka eber laga bilaabo ilaa 306 dadku dowlad waa rabaan inta diidana waa in yar maanta dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay dalkooda kusoo noqdaan
كقيب جلان دبو ديسكا وحان رنتي آدي آد وغفر حسان هاي كسوكو بربر كي داو عيادة قاري مقالة المقدشو انتي اي دقال لذا كسعودين او نقطي حارنتي عبسيدة او نقطي حارنتي قطرتا قطرتا او نقطي حارن مركا عالم كي انتي سكرا لغا الله يدادكو اي شيغان اني هاي dulka ilaahay abuuray oo abuuray gudahan meesha ugu qatarta badan ee aadme naftiisa ku aamino inay ahay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan leeyahay dadka yaqaana ama daawan doona barnaamijkan inay aaminaan joogitaankayga magaalada Muqdisho oo ah oo idin tusin karta ama calaamada ka bixinaysa in Muqdisho amaan tahay ruuxna looma dili karo haybta uu yahay ruuxna looma afduuban karo haybta uu yahay ruuxna looma qabsan karo haybta uu yahay Muqdisho waa nabad ilaahay idinkeena waxaan rajaynayaa guud ahaan deegaanada kooban ee gacantooda ku haray kooxaas nabadiidka ah in ciidamada dowladda ku meelgaarka dadka Soomaaliyeed ay ku garab istaagaan sidii looga adkaan lahaa xilligan dowladda ku meelgaarka Soomaaliyeed ama guud ahaan dalka waxaa jira xilli kala guur ah waxaa la sameynayaa dastuurkii Soomaaliya ay yeelanayd waxaa la sameynayaa xildhibaanadii maartay la qorsheeyay in ay yeelato Soomaaliya oo inta hadda jirta ka tira yar waxaa qorshuhu uu yahay in xilliga ku meelgaarka Soomaaliya ay ka baxdo runtii arrintaasina si weyn ayuu u socotaa howlahaasi socda oo runtii qayb ka ah qarnimadii dalka Soomaaliya iyo jiritaankii jamhuuriyaddu inay soo laabanayso sideed u aragtaa joogitaankayga magaalada Muqdisho wuxuu ku saabsan yahay kasoko raxmadda taalla haddii eebahe idmayo inaan ka qayb galo horumarada socda horumarka horumarada iyo isbedelada ka soconaya Soomaaliya maadaama anigu aan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed qaybka dhinaca taariikhda buuggii ugu horreeyay aan qoray wuxuu magaciisu ahaa waxay ku dhigeen makugu dhaqeen buuggaasoo ka hadlayay dastuuradii axdiyadii xeerarkii loo dhigay jamhuuriyadda Soomaaliya inaan dhinaca xagga fakerka aan ka qayb galo dastuurka la doonayo Soomaaliya in lagu dhaqo muddada kala guurka ama transitionaha uu ka jiro Soomaaliya wuxuu ahaa ayaan socdaalkaygu ku saabsan yahay ilaahay idinkiis madaxda ay suurtagalka ii noqoto inaan la kulmana aan horey uga wada hadalnay waxaan diyaar u ahaa inaan ka qayb galo howlaha sidii loo aan gacan uga geysan lahaa dhinaca kale shaki kuma jiro runtii Soomaaliya inay ku jirto marxalad dhinaca taariikhda ah oo Soomaaliya ay ka baxayso kumeel dowladihii kumeel gaarka ahaa tan iyo burburkii dowladnimo ee Soomaaliya lagu jiray Soomaaliyana ay muddo dhow oo aan ka badnayn konton maalmood gudahood ama ka yar ay yeelan doonto dowlad rasmi ah oo jamhuuriyadda Soomaaliya ay yeelato oo ay ku jiraan xubnihii golaha baarlamaanka ee tiradoodu 515 ay gaarayeen oo ay ka yaraadaan maxay ahaydto xubno gola wasiiro iyo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan waxaan leeyahay inta halganka ugu jirta inay ka qayb galaan dib u dhiska dalkooda hambalyo anigu musharax ma ihi kamana tirsani dadka doonaya inay ka qayb galaan musharaxiinta ah ama jago ka helaan laakiin waxaan shacabiga Soomaaliyeed u xaqiijinayaa joogitaankayga Muqdisho inuu yahay sida idinka oo kale oo aan garan karo iyagoo xabaduhu ka dhacayaan madaxtooyada ama agagaarkeeda iyo raadiyo Muqdisho xabaduhu ay soo gaarayaan inaad naftiina u hurteen dhawaq xalaala inay dhagaha shacabka Soomaaliyeed gaaraan oo ahaa kooxdaas aan xaq awoodin aad u gasheen sidii oo kale anna inaan garabkiina istaago oo u adeega shacabka Soomaaliyeed aan ka mid noqdo u adeegayaasha shacabka Soomaaliyeed waata dad badan oo sidoo kale ah dibadaama qurbaha ku noola jira jecel iyagoon inay halkan yimaadaan laakiin sida aad horu sheegtay fikirka laga aaminsan amniga ayaka maxaad u sheegi lahayd cabdixiis runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay joogitaankayga magaalada Muqdisho
anigu tan iyo burburkii dowladnimo ee soomaaliya ma arag gaari Land Cruiser ah oo qiimihiisu yahay ilaa $20,000 ama gaari gawaarida hadda laga isticmaalo magaalada Muqdisho oo $9,000 ilaa $12,000 la gado oo ruux shaqsi ah oo wata keligiis saacadka saacadda ay doonto ha ahaato. suurtagal ma ahayn berigii ay hogaamiyo kooxadyada jireen in gaadiid lala dhexmaro magaalada Muqdisho in lagu dilo ama gaarigaaga la dhaco. nasiib aad lahayd haddaan lagu dilin gaarigaaga la boobo ama qori tignikaa reer ay saartaan iskaba daa qoyska leh qoyskaagu ay ku qasbaan in kaa booban gaadiidkii hantidii aad lahayd. maanta taasi waa dhammaatay, waa dhammaatay. waxaan anigu markhaati ka ahay maanta ama ha noqdo sarkaal ama siyaasi ama ruux rayid ah ama miskiin ah oo ganacsada ama ganacsade, dhammaantood inay u siman yihiin dariiqyada magaalada Muqdisho si simanna ay ugu xarakoonayaan gaadiidka dhex yaalla magaalada Muqdisho, xaafadahuna ay si siman ugu nool yihiin. ma jirto xadgudub kaga imaanaya dhinaca ciidamada, ma jiraan xadgudub dhinaca tuugada kaga imaanaysa isbaaro meel dhigata ee ku baarata. maalmahaasi waa tageen, waa xaqiiqo inay magaalada Muqdisho maanta nabad buuxda ama nabadgelyo buuxda runtii ay ka jirto. waa jiraan sida magaalooyinka Washington iyo London iyo Romaba shakhsiyaad ay ugu dhintaan magaalada inay ugu dhiman karaan ama koox burcadihii ay ugu dili karaan, laakiin isbaaro ma jirto oo waa dhammaadeen maalmahoodii. falqashas ma jiraan. waa taa su-aasha ugu dambeysa kuwa dinaa Cabdicaziz waxay tahay runtii shacabka hadaana qayb ka geysan jiritaanka iyo dhisidda qaran waxaa adag sida uu ku jiro ama dal iyo dibadaha joogaan, maxaad ugu baaqaysaa mujtamaca Soomaaliyeed ee dowladda jecel ee wanaagga jecel ee dalka iyo dibadiisaba ku nool? runtii anigoo ka faa'iideysanaya fursadan qiimaha leh ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed uu ii siiyay inaan maanta waraysi magaalada Muqdisho si toos ah ama dadka qaarkood ay daawan doonaan dhowaan, ugu hambalyeynayaa isbedelada ka soconaya guud ahaan dalka Soomaaliya iyo kulamadii madaxda dowladda ku meel gaarkay ay la yeesheen maamulayaasha deegaana ka tirsan Soomaaliya dhinaca ay doonaan ha ahaadeen ee lagu doonayo in Soomaaliya dib u heshiisiin dhab ah laga hirgeliyo. dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, waxaan aniga oo ku hadlaya magaca qorayaasha Soomaalida iyo dadka u ololeeya hanaan dowladnimo oo ay Soomaaliya yeelato, ka codsanayaa inay la garab istaagaan ciidamada dowladda ku meel gaarka ah naftooda iyo maalkooda, sidii kooxaha nabadiidka ah ee duulaanka kuwa qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya looga xorayn lahaa. dadka Soomaaliyeed ee aan sidaa leeyahay waxaan rajaynayaa inay garan karaan ujeedada aan hadalkaasi ka leeyahay oo ah deegaanada aad ku nooshihiin ama aad nabadgelyada ku haysataan ee caalamka ku yaalla, dalkiinnu inuu dal siman la noqdo xaqa ay u leeyihiin aniga oo idin xusuusinaya in aad taageeradii la idinkaga baxnaa ee dhinaca dibudiska muxuu ahaa iyo horumarinta dalkiinnaba aad gacan ballaaran ka geysataan kuwa idinka soo horreeyey ee halgankaas isaga ahna horjoogayaasha ka ah ee naftooda ku waayey. waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno siiyo kuwa hadda dhaawacyada iyo nabarrada muuqda ay weli ku yaalaan ee front line-ka ku jirana. waxaan leeyahay idinkuna nabarradii iyo daqaradii idinka soo gaaray ilaahay xafimad buuxa idinka siiyo, salaan iyo hambalyo diiran iyo guddooma. waa tahay daawadyaal guud ahaan. intaas ayaa kusoo gabagabeynayna barnaamijkeeni gaarka ahay oo martina ugu ahay Cabdicaziz Cali Ibraahim oo ku magaca dheer xildhibaan. Cabdicaziz waa qoraa taariikhda dhaqanka iyo sugaanta Soomaalida, studiyaha magaalada Muqdisho ayuu nagu soo booqday. tan iyo intaanu barnaamijkan midmid dib ugu kulmi doono waxaan kaga tegaynaa saas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Yeah.